اوه رائع. اوه ماي جاد. هاي، لا تنسوا تورو هذا الفيديو لامهاتكم عشان يشوفوا هذا الشكل اللي كانوا زمان يسووه، وكمان تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. ايوه انا اسرار دراما كوين. ايوه هذا وجهي او ربع وجهي، سوري. سو حيجيكم سؤالين دحين. اسرار، انت تكشفي وجهك؟ حجاوب لكم هذا الجواب في فيديو تاني. والسؤال الثاني، اسرار لما تطلع على قلع عيونك الاثنين؟ اوكي حوريكم. لو طلعت عيوني الاثنين حصير زي مدام نفيخة اللي في سبونج بوب. سو نو، حكتفي بعين واحدة. يكفي. اوه اسرار، انت تطلعي وجهك؟ يس، او ربع وجهي. يس اطلعه في قناة اختي دراما بيوتي. اوكي حشرح لكم على قناة دراما بيوتي نهاية الفيديو، فتابعوا الفيديو للاخير. واليوم الفيديو حقنا هو ميك اب الامهات زمان، او ميك اب 1990. ما ادري، او ميك اب انا لسه كان قبل فترة يعني. فجبت لكم اشياء قديمة يعني حنستخدمها في الفيديو. سو بدون كلام زيادة خلينا نبدأ الفيديو. بالنسبة للاولاد اللي تابعوا عادي يعني، هذا ميك اب امك زمان اولين دحين. كيف احط الاساس؟ احطوه على يدهم طوالي. طبيعيا نحن نحط الاساس بسفنجة زي هذي او بفرشة يعني، بس زمان كان ايش يسووا؟ ياخذوا الاساس ويسووه زي كذا كأنه كريم. يا بعدين امغطوا وجههم كله. جاد. وعادة الأساس دائما يكون أفتح يعني، ليش ما أعرف. رجع على يدي كذا من مدري فين. عيوني بدأت تحرقني. أو ماي جاد، افتكرت تحدي المية طبقة. هذا مو تحدي المية طبقة. زمان كانوا يحبوا يخلوا الحواجب مربعة، ما أعرف ليش. وحربع حواجبي وغمقها، أغمقها. كل الأمهات زمان كانوا معلمين معلمات رياضيات، ليش؟ لأنهم ما شاء الله يقيسوا. أسفة يا نفسي، ربعناها. عجبني اللوك، يمكن اعتمدوا الحفلة تنكرية. هيصير مرة جنين يا جماعة. كانوا يحطوا الميك اب بعواد القطن. سو الحمد لله ان تطورنا وصرنا نستخدم فرش، اوكي. فللان ترى اشوف ماما تستخدم عواد قطن. ماما ليش؟ ماما في عندك فرش؟ عندي، خذي فرشي، خذي فرش. عندي الوان رائعة جدا صراحة. هم دائما كانوا يحطوا زي كذا نص، اوكي، شكله بالمسطرة كانوا يحطوه هنا يلونوه، رائع. بعدين ما كان عندهم شيء اسمه دمج، ما كانوا يدمجوا ذا الشيء، نعب النص الثاني. والله شيء مرة خطير، امزح مو خطير. وكذا تصيروا اراغون. الايلاينر هذا حغطي اسم الماركة، بس الكل كان يستخدم زمان هذا، كان الماركة يعني. اذا عندك لا تكلمينا يا رب اغلط. حط الثاني ويوقف الخط هنا، ما في جناح ولا حاجة. دحين البنات الايام هذي يجنحوا لين اخر شيء، ما ادري ليش شكلي طالع تشاينيز. اوكي. المسكرة عندهم تقعد لين ما ينتهي عمرك. هذا المسكرة شغالة شغالة. ونسيت النظارة. سو مسكرة. واحد اثنين ثلاثة اربعة، خلصنا. واحد اثنين ثلاثة اربعة، خلصنا. طبعا عندهم يجيبوا بودرة افتح شيء في الحياة، بس انا ما عندي دحين. وقطنة زي هذي تشبه هذي. وما كان يعرف شيء اسمه بودرة حرة كمان. ايو او ماي جاد، مسح امه ومسح. هما كان عندهم شيئين، يا برونز يصير كذا بني كان تراب، يا كذا لون ما يمزح بمبا. يا سلام يا سلام. وكذا خلصنا اقوى الميك اب في الحياه عام 1900. والله مو 90، هذا قبل، هذا في الثمانينات اكيد. كذا خلصنا الفيديو، ان شاء الله انبسطتوا، ان شاء الله تعلمتوا شيء جديد وتفتنوا الشباب. امزح امزح امزح، ما حد يفتن احد، اوكي. حرام حرام.
وروا هذا الفيديو لأمهاتكم عشان يشوفوا كيف هم كانوا كولين زمان. أوه صح، لقينا دراما بيوتي. دراما بيوتي هي شخصية وهمية، هي أنا نفسها، أنا أسرار، هي أسرار. والفيديو اللي قبل هي أختي اللي أكبر مني بسنة. لو شفت فيديو رسم حياتي حتعرف إنه كان عندي أخت أكبر مني، وأنا كنت المزهرية في العائلة سوا. هي الشخصية إنه كنا كده ناقر ونقير، يعني تضرب معاي. فلو تحبوا إنه يعني تطلع الشخصية هذه دائما اللي هي أختي أو توأمي، اكتبوا لي تحت واكتبوا لي رأي أمهاتكم عن الميك اب ده. سيو.